انطلق في العاصمة بغداد على حدائق أبي نؤاس مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ في مبادرة هي الأكبر للتشجيع على القراءة بالعراق. وذكر مراسل العراقية الإخبارية أنه سيتم عرض آلاف الكتب، مبينا أن التحضيرات التي اعتاد عليها المهرجان هي جمع الكتب عن طريق التبرع من الناس ثم عرضها في المهرجان. هذا ويشهد المهرجان كل موسم حضورا كبيرا من قبل الشباب والمثقفين في مبادرة كبيرة للتشجيع على القراءة.